ما سافناش لحد هذه كرة القدم، كانوا فريقين كل فريق كان يبحث على التأهل، مجهود الكل بذل مجهودات، وتعرف انت ضربات الجزاء هي قضية حظ. اللعب كان متكافئ الى اخر دقيقة تاع 120 دقيقة، ضربات الحظ ما سحفتناش، ومبروك الشباب الوزداد وحظ سعيد لنا احنا ان شاء الله في المستقبل، وبإذن الله نجيبوا حقنا ونمشي الى ابعد حد في كأس افريقيا. والله والله ماذا بيا نتحفظ على هذا الكلام. الان انا امام امر الواقع، انهزمنا في الدومي فينال، نفكر الان في المستقبل تاع الفريق، لان الماضي مش راح يجيب فائده. الفائده هي لازم الان ندافع على حقوق النادي باش ان شاء الله، لان ما زالت لنا خطوه على نهائي كاس افريقيا. كل القوانين راهي معانا وسنمشي لها بعد حد. لا غير قانونيه، ديسيزيون دو لاكاف اتخذت على مستوى لجنه المنافسات وهي غير قانونيه، لان كل القوانين قوانين الفيفا والكاف تمنع استعمال الخريطه، والقانون واضح تاع لا فيفا بالمواد وبالصور، يعطيك حتى الصوره تاع الالبسه اللي مسموحه واللي غير مسموحه، وكاين صوره وين موجود فيها الخريطه يقول لك هذه غير مسموحه. اذا واش من قانون زيد الرفض تاع القرار الذي اتخذ اليوم بالنسبه الخساره تاع 3-0، انا يعطيني السند القانوني، يعطيني سند قانوني يعتمد عليه باش يخسرني. هذا ما كان، وطالبناه، راسلنا الاتحاد الافريقي وطالبنا السند القانوني اللي يسمح للفريق هذا باستعمال الخريطه. اذا كاين عده امور تخليك تدخل لك في بعض الشكوك، ولكن احنا مش حنتوقف هنا، نمشي الى ابعد حد، وسندافع على وسندافع على على فريق ممثل الجزائر، ماهوش اتحاد الجزائر، ممثل الجزائر. لا مازال وكاين مراحل. الان القرار اتخذ على مستوى لجنه المنافسات، لازم يكون الطعن على مستوى الاتحاد الافريقي. بعد الطعن اذا كان الرفض سنمشي الى لوزان، ما تقدرش تمشي لوزان مباشره. مسافرين في طياره خاصه يوم الجمعه الساعه 3 ان شاء الله، الطياره تمشي فول ديريكت حتى الوجده باذن الله. شكرا.